زينات زينات يلا كافنو زينات. كما تقول لها أختها زينب، انتهى وقت النوم، فاستيقظت ذات الاثنتي عشرة عاما، وبعد طعام قليل خرجت إلى الشارع، ليس للعب مع الأطفال، وإنما لركوب هذه السطوتة والبدي في العمل بمنطقة المعامل ببغداد، تجمع ما تجمعه من الخردة وتبيعها لتعيل أسرتها، ومن بينهم والدها المريض. أنا اسمي زينب، عمرك مع السنة، أخواتي 9 نفرات، فأنا معيشة، بابا مريض ما يقدر على هاي العشاء، قواطي وصنادق من ليلون مثل بهاي السطوتة، أنا أشتغل بدال بابا. زينب الطالبة في السادس الابتدائي لم تنفك عن الجلوس في مقعد قيادة السطوتة بدل والدها، رغم أنها تعرضت لحادث سير أثناء عملها، تعاني من الجروح لكنها ما تزال تناضل، تشتري بعض الخضار والمسكنات لألم والدها الذي يحتاج إلى عملية جراحية، وتعود إلى البيت بعد نهار شاق. طلعت للشغل، افتريت جم نميت للجم فلس، سواقت بيهن مسواق، وجبت دواء لأبوي لأن حالتنا شوية تعبانة والدنيا حارة، عندي جلطة وعيني ما أشوف بيها، فمن نص ما ساهي عيني ما أشوفك، وإضافة إيدي عايبة، زنوبة تعيني هي اللي مساعدتنا معيشتنا. وما أن أخذت قسطا من الراحة وقليلا من الطعام، تبدأ بالقيام بما عليها في البيت واللعب مع أخواتها وكأنها أما لهم. عندما نقول طفلة تحضر الألعاب وتحضر الدمى وتحضر أفلام الكرتون، ليست هكذا حياة زينب، فطفولتها قد سرقت، والسارق شبح الفقر الذي أجبرها على العمل، تكافح وبابتسامة من أجل أسرتها. من بغداد، بدر الركابي، التغيير.